يعد الاهتمام بالصحة النفسية في مثل هذه الفترات العصيبة كأزمة كورونا التي يمر بها العالم يعد أمرا غاية في الأهمية، حيث ينصح خبراء الصحة النفسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة النفسية للمجتمعات المتأثرة بالوباء. للمزيد حول تأثير هذا الوباء على الصحة النفسية معنا من الرباط عبر سكايب الدكتور نور الدين بلحنيشي، طبيب مختص في الأمراض النفسية العصبية بمستشفى الرازي بسلا ورئيس الجمعية المغربية للأطباء النفسانيين بالقطاع العمومي بالمغرب. دكتور صباح الخير. صباح النور، صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. وباء كورونا غير من ملامح الحياة اليومية عبر العالم وفي جميع المجالات. سنتحدث اليوم عن الحالة النفسية للأفراد جراء هذه الأزمة الصحية الاستثنائية. ما مدى تأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية وما هي مظاهر هذا التأثير؟ شكرا للتطرق لهذا الموضوع. في الحقيقة التأثير النفسي لجائحة ومراحل جائحة كوفيد-19 متعددة حسب المراحل التي مرت منها هذه الجائحة. فكانت الفترة الأولى اللي كانت تتميز بالصدمة واللي كانوا اضطرابات مرتبطة بها أكثر ما هو الخوف والهلع، بالإضافة إلى تصرفات وسلوكات يمكن أن نسميها شبه غريزية مثل التهافت على السلاح، وهذا أثر بشكل كبير على الناس وعلى المجتمع في الفترة في المرحلة الأولى مرحلة الصدمة. طبعا تلتها المرحلة الثانية وهي ما تسمى بمرحلة الاحتماء التي صاحبها الحجر الصحي وتشديد الإجراءات الاحترازية، وكانت مصاحبة لعدة اضطرابات حاولنا تحسيس بها للوقاية منها، وخصوصا من كل اضطرابات القلقية بجميع أنواعها من اضطراب العام أو اضطراب الهلع أو اضطرابات الوسواس القهري أو الاكتئاب أو مشاكل مرتبطة نفسانية مرتبطة بالأكل وبالنوم وبالسلوك وبالميل إلى العدوانية وإلى العزلة وجميع المشاكل الاجتماعية والأسرية الناتجة عن هذه الاضطرابات النفسانية، ناهيك عن الناس اللي كانوا يعانون من اضطرابات نفسانية قبل الجائحة، فالحالة تفاقمت وتعرضوا لانتكاسات في وقت كان فيه العرض الصحي مقلصا شيئا ما. طبعا جاءت المرحلة الثالثة التي لا يجب أن نهملها، وهي ما يمكن أن نسميه بمرحلة التعايش والتكيف والتأقلم، بحيث أن جميع الأشخاص يحاولون خلق توازن ما بين الإجراءات الاحترازية والوقائية وما بين الدخول إلى الحياة وخطر الإصابة أو إصابات الأهل والأقارب أو الناس اللي كنشتغلوا معهم. وهذه مرحلة التعايش عندها كذلك تخلف اضطرابات نفسانية تختلف شيئا مع مرحلة الصدمة ومرحلة الاحتماء، ولكنها اضطرابات نفسانية يجب كذلك التحسيس بها اللي كتهيمن عليها، خصوصا الاضطرابات القلقية وخصوصا اضطرابات النفس الجسمانية المرتبطة بالقلق، بالإضافة إلى اضطرابات ما يسمى الوسواس القهري. الحقيقة فهي لا تكون مسببا له، بل تكون واحد القابلية بيولوجية وأحيانا وراثية. وهذه الفترة ديال الصراع أو ما يسمى بالتعايش والتكيف مع الإجراءات الجديدة يمكن أن تسببها اضطرابات الوسواس القهرية، بالإضافة وهذا أنا أريد أن أستغل الفرصة أن أذكر الناس اللي كانوا يعانيوا من مجموعة من الاضطرابات النفسانية كانوا يتابعون عند أطباء نفسانيين، وأن هذه الفترة التي طالت عبر الثلاث مراحل ديالها بالذات تتؤدي إلى عدة انتكاسات لأمراض كذلك دهانية وأمراض عصابية وجميع أشكال الأمراض القلقية وكذلك اكتئاب. أضف إلى ذلك شيء عامل أساسي الذي صاحب هذه المراحل الثلاث، نعم، وهما المشاكل المالية والاقتصادية التي أدت إلى زيادة الانتحار وكذلك اضطرابات سلوكية أخرى. دكتور، يعني إضافة إلى يعني هذه المحاور وهذه المعطيات المتعلقة بهذه الظرفية الصحية الاستثنائية، يعاني البعض من تأثيرات جانبية للأدوية المستعملة في علاج كورونا، كيف يمكن التعامل مع ذلك؟
طبعا أشرت قبل قليل أن في فترة أن ازدادت فيها الاضطرابات النفسية وقل فيها العرض، هناك من بدأوا يلجؤون خصوصا الاضطرابات القلقية إلى ما يسمى باللوتوميديكاسي أو التداوي الذاتي، وهذا دائما من نصائح عدة للناس للابتعاد عن هذه الطريقة التي تؤدي إلى اضطرابات أخرى تكون أشد من اضطرابات القلقية، وهو بعض المرات يمكن أن نستعمل أدوية تسبب الإدمان، حيث أننا نستعملها لا من نوعية ديالها ومن لا مقادير ديالها، تكون مختلفة الطريقة التي يصفها الطبيب، وهذا يضيف مشكلا آخر إلى الاضطرابات النفسية الناتجة عن هذه الفترة. أضف إلى ذلك أن واحد المشكل اللي ما كنطرقوش وهو خلال هذه الفترات الثلاثة الناس اللي كانوا كيعانيوا من الإدمان فتواجهوا صعوبات كبيرة، خصوصا بالنسبة للمراهقين الشباب مع الأباء ديالهم وفترة الحجر الصحي وماتل الحجر الصحي كذلك، وكذلك الناس اللي كانوا كيستعملوا مواد أخرى فبدأوا يلجؤون إلى تعويضها بعقاقير متعددة بدون لجوء إلى الطبيب، وهذا أدى إلى تفاقم المشاكل والاضطرابات النفسانية. أخيراً وليس أخيراً، وهو بالنسبة للناس اللي كانوا يعانون من اضطرابات نفسانية مزمنة ويتابعون علاجات دوائية، طبعاً دارت واحد مجموعة ديال المجهودات من أطباء نفسانيين في فترة الحجر الصحي للتواصل مع مرضاهم بالفيديو، ولكن ما اتحتش الفرصة لجميع المرضى، وهناك من انقطعوا عن أخذ الدواء، وهذا كان أحد العوامل الأساسية للأسف الشديد اللي تصدمنا به في الفترة ديال العودة وديال التعايش، بأن كانت انتكاسات مرضية نفسانية عديدة بسبب انقطاع عن أخذ الدواء، وأتمنى أن هذا فترة التعايش تعوض هذه الفترة اللي انقطعوا فيها الدواء ويكون فيها التواصل مع العاملين قطاع الصحة بصفة عامة وعاملين قطاع الصحة النفسية بصفة خاصة لتفادي الانتكاسات الناتجة عن الاضطرابات النفسانية بجميع أنواعها، عصابية أو ذهانية ما قبل الحجر الصحي طيب. وأثناء الحجر الصحي. طيب، انتكاسات واضطرابات نفسية دكتور، الآن يعني برأيكم ما هي أعراض هذا القلق وهذا الاكتئاب الذي يصيب الإنسان خلال يعني فترة أو جائحة كورونا؟ هناك أعراض مختلفة على حسب التشخيصات، ولكن في مجملها تهيمن عليها اضطرابات مزاجية، بحيث أن الإنسان يصبح أن يحس بحزن بدون سبب واضح، إلى حل وهذا بشكل دائم يفوق الأسبوع، تصاحبه اضطرابات في النوم واضطرابات في الشهية، وأن الإنسان لا يستطيع مواكبة الأعمال اليومية دياله، بحيث يصبح عاجزا فاقدا لقوته النفسية والجسمية والجنسية كذلك أحيانا، ويصبح فاقدا لإحساس بالمتعة في الأشياء التي كان تعود أنه يتمتع بها، كذلك قل تواصله ويصبح لا يستحمل التواصل مع الآخرين، بل ينطوي في عزلة وتقل شهيته ويقل نومه، أحيانا يزيد نومه، وبالإضافة إلى هذا يمكن أن تصاحب هذه الحالة الاكتئابية اضطرابات مثل الخوف، وهو خوف عميق بدون سبب واضح يحس به في نفسيته، وكذلك أحيانا يحس به في جسمه ويصبح يشتكي من اضطرابات جسمية غير مترابطة فيما بينها ومتنقلة أحيانا، خصوصا في الأعضاء التي لها علاقة بالتواصل مثل القلب وجهاز التنفس، وأحيانا بألام في الرأس أو بإحساس بتنمل في جسمه. بالإضافة إلى هذه الاضطرابات القلقية والاكتئابية يمكن أن في بعض الأحيان أن تتطور، خصوصا إن لم يبادر الشخص أو الأهل دياله الأقارب دياله لعرضه على أخصائي الصحة النفسانية، أن يتطور إلى ظهور بعض الأفكار السوداوية، الأفكار في الموت، وأحيانا يمكن أن تظهر أفكار انتحارية طيب. التي يجب أن تصبح حالة استعجالية للعرضية على
عاملين في القطاع الصحي. طيب دكتور، هل هناك يعني أي أثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الصحة النفسية؟ طبعا من الآثار طويلة الأمد هما الآثار المرتبطة بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الصدمة، فهناك كما تعلمون اضطرابات نفسانية تسمى المرحلة الأولى هي الأصعب. الأصعب لزيتا دو ستريس أوستوماتيك أو ما نسميه باللغة العربية حالات التوتر ما بعد الصدمة، فهذه الحالات إلا ما تمش العلاج ديالها بشكل جيد في الأول ديالها فيمكن على المدى المتوسط والطويل أن تؤدي إلى اضطرابات مختلفة أحيانا مزمنة بل أحيانا تصبح معيقة للحياة اليومية. وهذه الاضطرابات تشمل اضطرابات قلقية شديدة مرتبطة بأي علامة تذكرنا بالصدمة الأولى، أي يعني مثلا يوصل المريض ان اي حاجه يقول له راه كاين شي مرض معدي من هنا 6 شهور ولا هذا ولا هذا تيعدي تذكر بديك الحاله ويمكن ان يصاب بحاله قلق شديد جدا وبخوف شديد يمكن ان تؤدي احيانا الى اضطرابات ذهانيه حاده مؤقته ويمكن ان تؤدي الى اضطرابات سلوكيه وان تصبح هذا هو اللي كنتخوفوا منه كثير ان تصبح هذه الاضطرابات بكثره الاعاده ديالها لاي حركة أي ستيميليس يذكرنا بالصدمة أن تصبح معيقة في حياتنا اليومية وأن تؤثر على حياتنا الأسرية والاجتماعية والمهنية. طيب والوقاية منها دائما نذكر أعتقد الوقاية منها ترتكز على محورين أساسيين وهو التدخل السريع من الإنسان اللي مر بشي صدمة قوية ديك المراحل الاولى يمكن يعرض راسه على شي طبيب ديال الصحه النفسيه او يمكن ان يعرض على طبيب القطاع العام لانهم هما متكونين في هذا الاخذ بعين الاعتبار هذا ليزيتا دو ستريس اوستوماتيك والتفاعلات ديالهم السلبيه. فالسرعه في التدخل وكذلك تتضمن علاجين اساسيين وهو العلاج الطبي وكذلك العلاج النفساني اللي فيه تقنيات علاجيه نفسيه مختصة في هذه الليزيتا دو ستريس اوستوماتيك أو ما يسمى بحالات توتر ما بعد الكرب. طيب الآن دكتور، ماذا عن كبار السن أو الذين كذلك يعانون من أمراض مزمنة؟ يعني هل ثمة أثار نفسية خاصة يتعرضون لها؟ طبعا كبار السن هما في الحقيقة في محور وفي مركز الاضطرابات النفسانية المصاحبة للجائحة. كما تذكرون وكما تذكروا جميع المشاهدين أن البداية للجائحة كانت واحد الأفكار قوية أن الأكثر إصابة هم الأكبر سنة والمصابين بأمراض مزمنة، وهذا الخبر في حد ذاته أثر بشكل كبير على نفسية المسنين، وكان من النصائح الأساسية لتفادي الاضطرابات النفسانية التي تصيب كبار السن وهو التواصل معهم بشكل مستمر، متواصل معهم طرف عائلاتهم أصدقائهم، لأن هذه الفكرة دائما وحتى الإحصائيات هذا واقع كنشوفوا الناس اللي مصابين بأمراض مزمنة وكبار السن هم اللي كيتصابوا، وبالتالي كانوا هم الأشد إصابة وخصوصا ماشي بالاضطرابات القلقية ولكن أكثر بالحالات الاكتئابية. وحنا كنعرفوا بأن الحالات الاكتئابية عند المسنين تعقد بشكل كبير الحالات المرضية المزمنة التي يعانون منها، فيمكن الإشكالات اللي تواجهها الأطباء مع بعض المسنين فأنه لما تصاب بحالة اكتئابية أنه صعب عليهم يعطيه الدواء ديالو الأنسولين المرض السكري والمرض ديال الطونسيون، وبالتالي يرفض الدواء كيقاوم العلاج، وهذه الاضطرابات النفسية أصبحت تشكل عائقا كبيرا لمواصلة العلاج للأمراض المزمنة الأخرى. فأكد مرة أنهم أكثر إصابة باضطرابات نفسانية وخصوصا حالات الاكتئاب الشديد، وبالتالي أن أحسن طريقة للوقاية مع المسنين هو مش بالضروري عرضهم على طبيب نفساني ولكن هو تواصل دويهم معهم بشكل مستمر، طبعا الأخذ بالاحترازات الضرورية. وبالنسبه للمسنين اللي كيكونوا بعيدين على العائلات ديالهم
كاين الجيران ديالهم، وبالنسبه اللي تيكونوا في دار المسنين ان دات واحد البرامج خاصه باش انه يبقى متواصل مع ذوك المسنين تفاديا للاضطرابات النفسانيه وخصوصا الحالات الاكتئابيه الشديده التي يمكن ان تعيق مواصله معالجتهم الامراض المزمنه. دكتور، يعني اضافه لكبار السن ولهؤلاء الذين يعانون من امراض مزمنه، لابد ان نتوقف ايضا عند الاطفال الذين كذلك خضعوا لاجراءات وتدابير صارمه كالمكوث في المنازل وفي الاماكن مغلقه، يعني عدم الخروج الى الشوارع والى الحدائق والى الفضاءات العموميه الى غير ذلك. يعني الان كيف أو ما هي الأعراض النفسية والاضطرابية والاضطرابات النفسية التي يتعرضون لها خلال جائحة كورونا؟ الحديث عن الأطفال هنا. طبعا الأطفال كان واحد العناية خاصة للأطفال خصوصا في فترة الحجر الصحي، وكل ما طالت ذلك الحجر الصحي في الحقيقة الآباء ولا المصاحبين لهم أولياء أمورهم اللي ما داروش واحد البرامج يومية للترفيه لدى الأطفال، ففي الحقيقة هذوك كانوا أكثر عرضة للاضطرابات القلقية، وخصوصا هناك كنعطي مثال بالضبط اضطراب الوسواس القهري، فهو أحد الاضطرابات القلقية اللي فيها ثلاثة العوامل الأساسية باش كتظهر: عوامل مرتبطة بالبيولوجية الشخص وبوراثته، وعوامل مرتبطة بالتطور النفساني، وعوامل مرتبطة بضغط العوامل الخارجية. فهذه أثناء فترة الحجر الصحي هناك مجموعة الأطفال اللي تعرضوا لشدة ذاك الضغط العامل الخارجي وهو الحجر الصحي، وبالتالي ظهرت مجموعة من الاضطرابات القلقية، وأنا كأعطي مثالا عليها هو اضطراب القلق الوسواس القهري اللي بداهم مبكرا، وبالتالي شكل لهم واحد العائق باش يدوزوا للمرحلة التالية الثالثة ديال التعايش، لأنهم جات موراها أنهم خصهم يدخلوا بطريقة تدريجية للحياة ويدخلوا للمدرسة ويواكبوا الدراسة ديالهم عن بعد أو بحضوره، وهذاك الاضطرابات القلقية وخصوصا اضطراب الوسواس القهري شكل لهم واحد العائق باش أنهم يسيروا الأطفال الأخرى. طبعا بالإضافة إلى هذه الاضطرابات القلقية اللي جات على هذه فترة الحجر الصحي للأطفال، هناك حالات ديال الاكتئاب، كذلك حالات ديال اضطرابات في السيكل دي سوماي، يعني بين النوم والفيق، ولو بدات تعود على انه ينعس معطل ويفيق متاخر، وهناك اضطرابات مرتبطه بالسمنه لان الوليدات ما بقاوش يتحركوا وما داروش لهم واحد البرامج، وهذا تاثر على الوليدات والمراهقين بشكل كبير. طبعا هناك اضطرابات اللي مرتبطه بالاطفال اصغر سنا، 3 سنين 4 سنين، كنعرفوا بان العيش ديالهم في الحياه اليوميه والاحتكاك ديالهم مع الاقران ديالهم كيساهم في التطور والنمو العقلي والدماغي ديال الاطفال، وبالتالي ملي كنشدوا على الوليدات وما كنديروا لهمش واحد البرامج متنوعه خلال ديك 3 شهور ديال الحجر الصحي، فهو كياثر كذلك على شيء ما. طيب الان دكتور، نعم، يعني الآن بعد أن يعني تعرضنا لكل ما يتعلق بتأثيرات فيروس كورونا على الصحة النفسية، الآن كيف يمكن تجاوز هذه التأثيرات؟ طبعا يمكن تجاوز التأثيرات، تصنيفها إلى صنفين: هناك التأثيرات الخفيفة والتي يلاحظ الآباء والأولياء والأشخاص الكبار أنها تتقلص بشكل تدريجي، فبالتالي كنبقاو نحاولوا نركزوا على الاساسيات في الحياه ديالنا، في غذاء متوازن ومنتظم، في ممارسه الرياضه، في ممارسه الهوايه، في يعني باش بحال كنريحوا الذات والنفسيه ديالنا، وحتى التنظيم التوقيت الزمني ديالنا ما بين العمل او الدراسه او مجالسه الاصدقاء اذا كان عندنا دخله في الروتين ديالنا. فهذا إذا كانت هذه التأثيرات اللي كنا أصبنا بها غادة كتقلص بطريقة تدريجية، أما إذا كانت ستاغنونت يعني متوقفة أو لا كتزاد، فتظهر لي لا مفر باش أننا نعرضوا راسنا على أخصائي نفساني، لأن يمكن وصلنا للمرحلة ديال أننا خصنا علاج دوائي ونفساني. نعطي أمثلة، مثلا اضطرابات القلقية اللي استمرت وما بداتش تدنا، خصوصا مثلا اللي بقاو تيجيو دوك نوبات الهلع او لا اضطراب الوسواس القهري او لا تلك حالات القلق العام، كيصوني التليفون
كيسمع الصونيت في الباب كيتقفز ودائما تنتظر الاصعب فتيظهر لي لما. وكذلك الناس اللي كيعانيوا من حالات اكتئابيه نعم. او اللي اثرت عليهم دوك الاضطرابات السلوكيه في علاقاتهم الاسريه والاجتماعيه. كتعرف كاين اللي مروا بواحد الاضطرابات السلوكيه اللي ادت الى مثلا مشادات مع الزوجه والاطفال وهذا نعم. واثرت في العلاقات تغيرت السلوك الانسان يعني جراء هذه الازمه. طيب دكتور سؤال اخير لو سمحت، يعني هل صحيح ان العالم اليوم يعيش ازمه نفسيه حقيقيه جراء طبعاً فيروس كورونا؟ طبعاً في أعطيك واحد من الإجراءات الاحترازية كاين التقييم اليدين، التباعد الجسدي، ووضع الكمامة. كتعرف بأن بوضع الكمامة أننا مضطرين لوضعها باش ما نصابوش بالفيروس وما نصيبوش الآخرين، ولكن كتعني وضع الكمامة في لوحده هذا الإجراء الاحترازي أننا كنحرموا راسنا من التواصل عبر التعبير عن الوجه عبر الابتسامة، باش ان الناس يشوفوا لنا وجهنا شنو كنقولوا، واش ايه ولا لا، واش حنا معاهم ولا ماشي معاهم، واش حنا غرباء ولا قراب، واش حنا خايفين ولا ما خايفينش. اهم إيه اننا نتحرموا من التواصل عبر الوجوه ديالنا والملامح الوجوه ديالنا، فهو الزم علاقتنا. فما بالك اننا ولينا دايرين واحد البروغرام ما ندوزوش في هذه، ما نتزاحموش في هذه، خصنا 50% من هنا، ما نديروش الاعراس، ما كنديروش الحفلات، كنا تحرمنا من المساجد. فهذا يؤثر بأزمة نفسية. وهذا الشيء علاش الأطباء النفسانيين في العالم قالوا باش أنا خص دار واحد البحوث في هذا الميدان لتوضيحها واللي أخذ الإجراءات، لأن ما عندناش تجارب في هذا الموضوع في السنوات والعشرات السنين السابقة. شكرا جزيلا دكتور على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بموضوعنا اليوم الذي له علاقة بالجانب النفسي وتأثيرات كورونا على الصحة النفسية. الدكتور نور الدين بالحنيشي طبيب مختص في الأمراض النفسية العصبية بمستشفى الرازي بسلا، وأيضا رئيس الجمعية المغربية للأطباء النفسانيين بالقطاع العمومي بالمغرب، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. صباح الأخبار لا تزال متواصلة على قناتكم ميديان تيفي. مشاهدينا نلقاكم من جديد عند رأس الساعة عند تمام الساعة 9 صباحا، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.